السلام عليكم. دائما لما نسمع كلمة ديمو نطير من الفرحة، خصوصا لما تكون لعبة ننتظرها. والديمو هو جزء صغير من لعبة يتم توفيره عشان الناس تجربها قبل ما تنزل في السوق غالبا. في زمننا الحالي مع وجود الانترنت، الديمو يتم توفيره في متاجر الألعاب الإلكترونية، واللاعبين يحملونه على أجهزتهم ويجربون اللعبة. لكن هل سألت نفسك كيف في السابق كان يحصل اللاعبين على الديمو قبل ما يكون في شيء اسمه انترنت في أجهزة الألعاب؟ راح نحكي لكم اليوم قصة الديمو، كيف نشأ وكيف كان يحصل عليه اللاعبين وكيف تطور إلى يومنا هذا. لكن قبل ما نبدأ لا تنسون اشتركوا في القناة وضغط زر اللايك، وأيضا لا تنسون الدعم. والحين خلونا نبدأ. في بداية التسعينات كان في شركات ألعاب مختلفة جديدة على السوق وتبي تكسب اللاعب، خصوصا على أجهزة البي سي. لذلك قررت أن تبتكر طريقة تسمح للاعبين بتجربة اللعبة وسموها بالشير وير. الألعاب وقتها كانت أحجامها صغيرة جدا مقارنة بالألعاب الأيام هذه. فمثلا لعبة دوم الأصلية كاملة كان حجمها ما يتعدى 5 ميجا بايت، بينما دوم الجديدة حجمها 80 جيجا بايت. ولأن الألعاب وقتها حجمها كان صغير، كان المطورين يقسمون المراحل فيها إلى حلقات مختلفة، وبعدين يأخذون الحلقة الأولى من اللعبة ويحطونها في قرص مرن أو الفلوبي ديسك. وبعدها شركات الألعاب تنشر إعلان في مجلات الكمبيوتر ويكون فيه قسيمة يعبونها اللاعبين بمعلوماتهم وعنوان البريد الخاص فيهم ويرسلونها إلى شركة الألعاب، وبعدها شركة الألعاب راح ترسل لهم طرد يكون في قرص مرن أو الفلوبي ديسك يكون في مرحلة واحدة من اللعبة عشان يقدرون يجربونها. بعد ما ينهون المرحلة راح تطلع لهم صفحة في اللعبة يكون مكتوب فيها معلومات أكثر عن اللعبة كاملة ورقم هاتف مجاني للطلب وسعر اللعبة كاملة. طبعا الطريقة هذه كانت مكلفة وتأخذ وقت من الزباين، عشان كذا شركات الألعاب وقتها قررت أن ترفق القرص المرن مع مجلات الكمبيوتر المباعة، وهذا بيسرع عملية نشر ألعابهم من غير الحاجة للزبون أن يرسل قسيمة معلوماته. المجلات صار يجي معها قرص مرن يحتوي على أكثر من ديمو لأكثر من لعبة من أكثر من شركة، وكان هذا من الأشياء الشيقة اللي ينتظرها المتابعين من عدد لآخر لهذه المجلات. ومع دخول الإنترنت بدأ المطورين يرفعون هذه الحلقات الأولى لألعابهم إلى الشبكة بحيث يتمكن اللاعبين من تحميل ملفات ومشاركتها مع أصحابهم، وهذا أعطى اسم الشيروير المعنى الحقيقي. الجميل في الشيروير أنه بعد ما تشتري اللعبة كاملة راح تحتاج فقط أنك ترقي النسخة اللي عندك إلى الكاملة، وهذا أدى لمشاكل كثيرة بحيث صار الناس يستغلون الثغرات الموجودة في ملفات اللعبة ويفعلون اللعبة الكاملة بطرق غير شرعية، وهذا كان أحد الأسباب الرئيسية أن لعبة دوم 2 ما نزل لها نسخة تجربية أو شيروير. لكن هذا ما كان سبب أن الشيروير يوقف، وشركات ألعاب كثيرة نشرت ألعاب لها باستخدام هذه الطريقة. ومع صدور بلاي ستيشن في عام 1996 في الغرب، الألعاب صارت تصدر على سيديات، وصارت الألعاب تأخذ حجم كبير وقتها يوصل إلى 750 ميجا بايت. وطبعا صارت الألعاب أكثر تعقيدا من السابق وصارت تكلف أكثر ويصعب شرح طريقة اللعب فيهم، وصار لازم أن شركات الألعاب يحاولون يكسبون ثقة اللاعبين بجودة ألعابهم الجديدة، عشان كذا صاروا يصدرون ديمو لألعابهم. في البداية كانت تنتشر عن طريق مجلات الكمبيوتر بحيث تكون مرفقة بسي دي يضم ديموهات لألعاب مختلفة من شركات مختلفة وأيضا عروض تريلر لألعاب جديدة. بعدها صارت ترفق الديموهات مع إصدارات ألعابها بحيث يكون في ديمو لعبة جديدة يرفق مع لعبة صادرة حاليا. كمثال لعبة مثل جير سوليد أرفقت معها كونامي سي دي إضافي عبارة عن ديمو لعبة قادمة اسمها سايلنت هيل. في الديمو تلعب أول 20 دقيقة من اللعبة إلى أن توصل للزعيم الأول وتهزمه، وبعدها ينتهي الديمو. ومع انتشار مجلات الألعاب وسيديات الديمو قررت بلاي ستيشن أنها تبدأ بإضافة سي دي ديمو خاص فيها داخل كل جهاز بلاي ستيشن جديد، وتضمن مجموعة ألعاب متنوعة وبعضها كان عبارة عن مقاطع لعبة فيديو للعبة معينة، وأيضا يتضمن حاجات إضافية ثانية مثل مقابلات مع مطورين وفيديوهات تستعرض خطوات تطوير ألعاب وخلف الكواليس. لكن كانت في مشاكل متنوعة مثل أن السي دي إذا خدش ما تشتغل ألعاب، أو أحيانا تكون اللعبة ناقص فيها الموسيقى أو تكون في مراحلها الأولية بحيث تتغير تغيير جذري وقت صدور اللعبة عن الديمو اللي صدرت فيه. واستمر الحال كذا إلى أن وصلنا لجهاز الإكس بوكس 360، وكانت أول لعبة ديمو تحميل على أجهزة الكونسل هي لعبة فايت نايت راوند 3، وبعدها الحقها جهاز بلايستيشن 3، وفكرة الديمو تطورت بشكل كبير بحيث صارت تربع متاجر الألعاب الإلكترونية وعن طريقها تقدر تحمل ديمو من الخيارات المتوفرة. أيضا المطورين يقدرون يحدثون ملفات الديمو بحيث يصلحون مشاكل فيها. تطور الديمو بحيث صار يضم مراحل ولعب أونلاين محدود مثل ديمو لعبة لوست بلانت، وكان فيه طور لعب جماعي أونلاين مرحلتين فيها ولاقت إقبال كثير من الناس وساعد في بيع اللعبة. ومع تقدم الزمن والأجيال وصلنا إلى مرحلة متطورة جدا من الديمو، فصار الحين نوع جديد يطلق عليه الترايل، وهو عبارة عن تجربة اللعبة كاملة لكن يكون في وقت محدد للعب مثلا ساعة كاملة، وبعدها ينتهي الترايل وتضطر تشتري اللعبة لو حبيت تكمل فيها. أيضا الديمو تطور بحيث صار يسوي ضجة إعلامية كبيرة مثل ديمو بي تي وديمو ريزنت إيفل 7، بحيث كان فيه أسرار مخبأة والمطورين
تحدوا اللاعبين انهم يحثرون عليها، واجتمع مجتمع اللاعبين في النقاش والبحث عن الأسرار اللي كانت فيها، ولاقت تفاعل وإقبال كبير جدا. وفي نهاية المطاف وصلنا للديموهات اللي تكون فكرتها مثل الشيروير، واللي تكون عبارة عن تجربة جزء معين في اللعبة مع إمكانية حفظ اللعبة والإكمال بعد شراء اللعبة كاملة. وتحسون إننا أخذنا دورة كاملة إلى أن رجعنا لمرحلة الشيروير لكن بشكل عصري أكثر. ديموهات الألعاب لا زالت لها شعبية كبيرة، خصوصا مع انتشارها في معارض الألعاب حول العالم وخصوصا معرض E3. وآخر ديمو صدر وسبب ضجة هو ديمو لعبة Final Fantasy 7 Remake، وكان يستعرض أول فصل في اللعبة. شاركونا تجربكم في عالم الديمو، وأيضا إيش أكثر ديمو لكم ذكريات معه تحت في الكومنتس. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.